أهلا بيكم مرة تانية في البيت السعيد وفقرة الطرب والإبداع والغنى مع المطرب أحمد عماد. أهلا وسهلا بيك. أهلا بحضرتك. منور الفقرة. منور حضرتك. الحقيقة يعني أنا بوعد المشاهدين الفقرة بتاعتك يعني هتكون جميلة جدا وهتكون مؤثرة وهتكسر الدنيا إن شاء الله. أكون عند حسن ظنك. عايزك بقى تعرف نفسك. أنا أحمد عماد، بغني في الأوبرا وفي كلية تربية موسيقية سنة تانية، وبغني يعني بغني بقالي 10 سنين تقريبا. يعني مش هاوي بس، ده انت كمان متخصص في مجال الغنى. بقيت بدرس وبدأت من 10 سنين. يعني انت عندك كام سنة حاليا؟ يعني داخل في 21. 21 يعني، وانت عندك 10 سنين كنت بادئ تغني. مين اول حد سمعك وانت بتدندن وابتدى يشجعك؟ اكيد صحابي في المدرسة، بس يعني ما كانوش بيشجعوني، كانوا بيحبطوني. بيحبطوك جدا يعني، كانوا بيقولوا لي لا انت صوتك ما ينفعش، انت مش عمرو دياب. ده يعني ده كانوا بيشجعوا تشجيع سلبي. سلبي بس يعني معايا انا كان حفزك، عمل لك انت جدا دفعه جدا. ده اصحابك واهلي طبعا في البيت. في البيت بقى بدأوا من امتى يعرفوا ان انت موهوب؟ تقريبا وانا عندي 13 14 سنه كده، يعني بدأوا يعني يقتنعوا. بعد المدرسه، يعني المدرسه الاول ابتديت لا تمارس المدرسه الاول. هوايتك كهاوي، وبعد كده ما كنتش بغني قدام حد في البيت، كنت بغني قدام صحابي بس. اتجرأت في المدرسة. جرأت في المدرسة. طيب يعني ازاي جات لك فكرة ان انت تثقل هذه الموهبة بالدراسة؟ هي الفكرة عندي من اول ما بدأت، اغني، ما كنتش حاطط في دماغي ان انا يعني هدرس. بس بعد فترة، انا اصلا دخلت كلية تجارة، وبعدين بعد سنة حولت، فحبيت يعني ان انا ادرس اكتر، وفعلا يعني الدراسه فرقت معايا جدا. يعني مش عايز اضيع وقت بقى في الكلام، وعايزين نسمعك. تبدا تسمعنا ايه؟ ممكن اقول المحكمه لكاظم الساحر. طيب يلا بينا. كن منصفا يا سيد القاضي، ذنبي انا رجل له ماضي. كن منصفا يا سيد القاضي، ذنبي أنا رجل له ماضي. تلك التي أمامك الآن كانت لدي أعز إنسانا، أحببتها وهي أحبتني، صدقا جميع الهم أنستني. صارحتها وقلت مولاتي، كثيرة كانت علاقاتي. قالت حبيبي دع الماضي وقبلني، قبلني بين ذراعيك. أنا الكل، وأنا لي الحاضر والآتي. والله مبدع يا أحمد، مش محتاج موسيقى يعني. أنت كمان في القصائد رائع يعني. ده يخليني كمان أسألك، هل أنت لك لون معين في الغنى؟ هو المفروض إن أنا ما يبقاليش لون معين، يعني المفروض ان انا اغني كل الالوان، لانه ده بيفرق في المستقبل. بس انا بحاول يعني على قدر الامكان اغني كل الالوان ما عدا الشعبي. يعني الشعبي لان خامه صوتي ما يعني صعبه جدا، قويه. مش الشعبي محتاج صوت قوي قوي جدا يعني. طب انت بدات حاجه ليك بقى، تعمل حاجه بتاعتك تغني لنفسك؟ بسجل الايام ديت في اغنيه سنجل هنزل بيها ان شاء الله الشهر الجاي. يعني بدات فعلا تبدا حاجه شغل خاص ليك انت لاحمد عماد؟ لا يعني اول مره يعني ما عملتهاش قبل كده. طب ده معناها ان انت عامل حفلات بقى؟ بعمل حفلات طبعا. عملت في ساقية الصاوي في الاوبرا، وعندي حفله بعد يومين برضو في شارع المعز. ده رائع. ده احنا لازم تعمل لنا دعوه عشان نيجي نحضرها. طبعا. دخلت مسابقات؟ لا ما حاولتش ان انا ادخل، عشان ما كنتش لسه ساعتها شايف ان انا ادخل مسابقه. مع ان ما شاء الله صوتك حلو، يعني المفروض في ناس بتشجعك وسمعتك في حتى في الاكاديميه. اكيد. قالوا لي ادخل، بس انا نفسي مش حاسس ان انا المفروض ادخل دلوقتي. يعني امتى ممكن تاخد القرار ده؟ هو يا السنه دي يا السنه الجايه، يعني بعد الدراسه، يعني بعد ما انا درست فرق بقى جدا. يعني انت شايف ان الدراسه كان لها دور كبير جدا؟ كبير جدا, معاك. جداً طبعا. يبقى هتسمعنا حاجه تانية. قول حاجه قديمه. مش هتسمعنا حاجه ليك؟
ولا دي مخليها ما تطلع؟ هسمعك حاجة كده في الآخر. طيب نختم بحاجة لأحمد عماد. نقول هاني الود لعبد الوهاب. تمام، رائع جدا. قالوا لي هاني الود علي ونسيك وفات قلبك وحداني، رديت وقلت بتشمته ليه، هو افتكرني عشان ينساني، هو افتكرني عشان عشان إنساني. قالولي أنا بحبه وراعي وده، إن كان في قربه ولا في بعد، وأفضل أمني الروح برضا. وزاد حرماني. ما شاء الله ما شاء الله، رائع رائع رائع. بتعزف حاجه جنب الغنى ولا مركز في الغنى؟ في الكليه انا في قسم غنى شرقي، معايا عود. عشان كده كمان بتحب الطرب الاصيل. جدا طبعا. طيب ايه التحديات والصعوبات اللي قابلتك الفتره اللي فاتت؟ وكمان يعني احنا شايفين في تحدي كبير قدام الغنى والطرب، لان كان زمان في سوق الكاسيت ودلوقتي يعني بقى في مشكله كبيره بتقابل كل المطربين، فازاي هتقابل التحديات دي؟ هو دلوقتي في ميزه وفي عيب. الميزه ان الانتشار بقى سهل، بس العيب ان في ناس كتير جدا بتغني، يعني في يعني مصر فيها مواهب كتير جدا وكلهم عايزين يوصلوا، وده طبعا مستحيل، يعني مستحيل ان كل الناس اللي بتغني هتوصل والناس تحبها. بس احنا عندنا مشكله دلوقتي ان انت متخصص ومحتاج برضو يعني الطرب بالنسبه لك يبقى مصدر دخل. بالظبط. فده تحدي كبير. فمع يعني غياب سوق الكاسيت، يعني رؤيتك ايه عشان تتغلب على هذا التحدي؟ انا رؤيتي ان يعني في ناس بتنزل باغاني سنجل بدل الالبومات، يعني السنجل ده بينزل لما بينزل الناس بتسمعه اكتر لانها بتبقى اغنيه واحده بس، بعد سنه او سنتين الاغنيه دي خلاص بتموت، ودي مشكله برضو. فيعني الحل الفترة دي مفيش حل غير الأغاني السنجل. يعني أنت شايف إن ده هيبقى كفاية وده هيحقق لك أو يشبع لك يعني طموحك وهدفك وحلمك في إن أنت تتميز في مجال الغنى والطرب؟ بالظبط. طب والتحديات اللي قابلتك خلال الفترة اللي فاتت؟ هو أكتر حاجة أنا أتحدثها إن أنا نجحت في الكلية دي لأنها يعني صعبة جدا. يعني كان ممارسة يعني موهبتك وهوايتك مع الدراسة كانت شيء في غاية الصعوبة. صعبة جدا، الكلية فيها مواد كتير جدا كلها مواد موسيقية، وأنا أول مرة أعزف عود، فدي كانت صعوبة. وبيانو برضو، عندنا بيانو. وليه اخترت العود؟ غصب عني، لأن الغنى الشرقي لازم بيصاحب عود. طب ده معناها بقى إن في أنت بتلحن لنفسك ولا في حد بيلحن بقى ليك؟ لا، ليا أصحابي بتلحن، أنا يعني ما بفكرش في إن أنا ألحن، يعني بفكر عزف وغنى بس. عزف وغنى، لكن شغلك اللي فات ده مش انت اللي مش لا مش ألحاني. طب هتسمعنا ايه بقى بس من شغلك؟ انا هقول لك حاجه كده بس هي مش من شغلي برضو، بس من شغل واحد صديقي. يعني هي بتقول يا ريت لو حد يوصل على لساني يوصل اني حاولت بس فشلت وما قدرتش في بعضه أعيش، حياتي اتبدلت بعد بشوف كله شبه بعض، ووقفت الحياة في بعضه على بالي ما بيسيبنيش، قولوله تعب وكفاية وحاولوا تحننوا قلبه، انا محتاج له ويايا اعيش باقي الحياه جنبه.
عشان هزارنا في كلامنا سهرنا خناقنا أحلامنا ونفسي تاني ترجعلي وارجع اللي كان بينا. رائع رائع يا احمد. قول لي بقى مين من مطربين الزمن الجميل انت متاثر بيه وليه؟ عبد الحليم حافظ. عبد الحليم مع انه كان ما كانش صوت قوي في جيله، كان بيغني ببساطه جدا بس احساسه يعني فوق اي حد، يعني ما شفتش حد عنده احساس زي عبد الحليم. مع ان انت غنيت لعبد الوهاب رائع، يعني كنت متاثر بيه كويس. استاذ عبد الوهاب طبعا ده هو يعني يعتبر هو اللي صانع الغنى ده كله. بيعمل الحان جميله جدا وصعبه جدا، لكن انا بتكلم عبد الحليم بيغني الحان بسيطه جدا بس بيطلع احساس فيها مش زي حد. بصفتك دارس بقى وحابب الغنى، في مطرب انا دايما بشوفه ان هو يعني كان ممتاز جدا اللي هو سعد عبد الوهاب وما خدش حظه. عشان هو كان ساعتها معاه ناس كتير جدا قويه، ما كانش معاه ناس، يعني كان معاه يعني ناس قويه جدا، كان طالع في جيل كله قوي فما قدرش يستمر معاه. طبعا. مع ان عنده بيملك يعني موهبه رائعه. في حاجه اسمها بقى قبول بقى، دي بتاعت ربنا. دي بقى محدش بيتكلم طب فيها. طب الجيل الحديث بقى اللي انت متاثر بيه؟ بص بصراحه مش متاثر بحد في الجيل الحديث، يعني بسمع كل الناس بس مش متاثر بحد، بس بسمع مثلا وائل جسار، الناس اللي هم بيغنوا طرب يعني. في قريب هيبقى في محكى القلعه وفي مجموعه من الفرق يعني اللي بتغني طرب اصيل زي هاني شاكر وعلي الحجار، هل انت هتحرص على المشاركه في الفعاليات دي ولا؟ طبعا انا بحب جدا علي الحجار وبحب هاني شاكر جدا، يعني هم اصوات هم يعني الفتره دي طبعا مش ناجحين زي الاول، عشان دلوقتي الالحان طبعا زي ما حضرتك عارف في حاجه اسمها اندر جراوند، الحاجات اللي هي طالعه جديد ديت مبوظه السوق. ما عشان كده بقول لك في تحديات قدامك هتعمل معاها ايه، واذا كان في عمالقه زي ما احنا بنقول كده هحاول بقى ان انا امشي مع السوق. وعلي الحجار ومحمد فؤاد والناس دي كلها. ما هي الاغنيه اللي انا لسه مغنيها ديت ده اللي الناس بتسمعه دلوقتي، اللي هي اسمها وحشني. ده اللي الناس بتسمعه وده اللي انا هغنيه، ده اللون اللي انا هغنيه يعني. طيب يعني انت كمان زي ما بنقول برضو في بعض الاصوات اللي جيل هاني شاكر انت معجب بيها جدا طبعا، لكن بقى اللي هو الشعبي هتتنازل وتبتدي تغني فيه عشان لازم السوق؟ لازم يعني، بس برضو مش نفس الاغاني برضو اللي بتتغنى، لازم برضو يكون فيها حته طربيه، يعني مش كل الاغاني تكون، اصل في اغاني سف كتير طبعا ديت مستحيل اقرب لها. بس انت صوتك حلو يعني مش عايزينه يعني يضيع وسط السوق. ما انا بقول لحضرتك يعني عايزك انت تاخد الناس للسمع النظيف. ما هو هيبقى سمع نظيف بس بس الحان جديده بس. طيب مثلا حد زي حمزه نمره بحب له جدا اغنيه داري، يعني يعني بغنيها كتير حلوه جدا، انا نفسي اغني اللون ده. ما انا قصدي اقول لك انت ممكن تاخد خط كويس. انا نفسي اخد اغني اللون. طب ما تغنيها لنا. حاضر. مالك مش باين لي قلبك تايه من مده كبيره، خايف تتكلم لي حكاوي كتيرة متغير ياما عن زمان، قافل على قلبك البيبان، حبيت وفرقت كم مكان عايش جواه. لا جميل طبعا، انت ممتاز ما شاء الله يعني كل الالوان مبدع فيها. بتقول قريب هيبقى لك حفله في ساقية الصاوي؟ لا في شارع المعز. شارع المعز في الرابع الثقافي. في الرابع الثقافي هتشارك بايه في الرابع الثقافي؟ انا معايا شاعر اسمه يوسف المهدي، هيكون معايا في الحفله انا وهو بس، هشارك باغاني طربيه واغاني يعني حفله شعريه وفي نفس الوقت شعريه وغنائيه. ده الشاعر يوسف المهدي من الناس المبدعين والجيل الواعد الصاعد اللي شفته هو شفته امبارح والله دمعت. لا مبدع ما شاء الله عليه يعني. طيب يعني ايه بعد خطتك المستقبليه بعد حفله
شارع المعز. عندي حفلة قدام الرئيس يوم الأحد. يوم الأحد الجاي كمان ده في تألق في جامعة مصر. في جامعة مصر. لا احنا نتمنى لك التوفيق، وعايزين بقى نخدم فقرتك بحاجة تكون قوية بقى من إبداعك. قول لي أجيب مين، اقرا ومين اسمع كلام، واجيب لك مين يحكي نار شوقي وغرامي. قول لي أجيب مين، اقرا ومين اسمع كلام، واجيب لك مين يحكي نار شوقي وغرامي. آه من الاتنين والله خدوا مني ليالي. قولي ده كان فين، قولي كان ملك ومالي. جميل يا أحمد، والحقيقة بعد الكلام الحلو ده مش هنقدر نتكلم في حاجة تانية. بنشكرك على أدائك الجميل، ونتمنى لك كل توفيق ونجاح، وشرفتنا في الفقرة. وصلنا لنهاية فقرات البيت السعيد، وبنقول لكم صباح السعادة، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.